القلب يرف لنسائم ربيع الفقراء، والروح مستأنسة بشوق البشرى. هل الهلال وحلت الفرحة، فرحة رمضان. يستقبل الناس الشهر الفضيل بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والتسابق فيه إلى الخيرات والمبادرة إلى التوبة والتعاون على البر والتقوى. شهر أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار. شهر قال عليه الصلاة والسلام فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والإنسان يدير في باله بالله إذا وقف في محراب التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، فإن الله سيفرح بتوبته وأن الله سيقبل توبته. يطهر الصوم النفس ويهذبها ويزكيها، هكذا هي صابرة حالمة كريمة. الركن الرابع في الإسلام شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الرحمة والغفران والعتق من النيران. الإنسان أي فرصة تتاح له يغتنمها، لأن العمر هذه فرصة واحدة يعطيها الله سبحانه وتعالى. والصدقة في رمضان كما قال سن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. شهر رمضان المبارك هو محطة من محطات الاستزادة من تقوى الله عز وجل ومن العبادات ومن فضائل الطاعات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه الأيام المعدودات لابد على المسلم أن يغتنمها في الطاعات وفي العبادات، في قيام الليل وفي الصيام وفي الصدقة وفي إكثار من الإنفاق والاستغفار، وكذا قراءة القرآن، لما ثبت عن سلف هذه الأمة من أنهم كانوا يقرؤون القرآن في شهر رمضان ويختصون الشهر هذا بهذه العبادة بالذات، قراءة القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أتى رمضان دارسه القرآن سيدنا جبريل عليه السلام. وكان السلف إذا أتى شهر رمضان المبارك غلقوا كتب العلم وفتحوا المصاحف وكتب القرآن لقراءة القرآن ولتعبد الله تبارك وتعالى بهذه العبادة. في رمضان تفتح أبواب الجنات، تتضاعف الحسنات وتقال العثرات. خص الله تعالى الشهر الفضيل بليلة خير من ألف شهر، ليلة تغير الأقدار بدعوة صادقة، دعوة أن ينصر الله أهلنا في غزة وفلسطين، أن يجبر كسر المظلومين، دعوة مجابة ترفع فيها الدرجات وتغفر فيها الخطايا. بشق تمرة تفطر القلوب، وبشربة ماء تروى الأرواح الظمأة. رمضان مبارك، يفوت علينا إن شاء الله بالصحة والهنا على جميع الجزائريين والأمة الإسلامية إن شاء الله. نتمنى لكل الأمة المسلمة إن شاء الله رمضان مبارك يجينا بخير وعلى خير. رمضان مبارك، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم. رمضان شهر الإحسان، شهر التوبة، شهر المغفرة، بين تقربوا لربي سبحانه، بين صلوا، شهر تاع توبة وغفران، والناس تتسامع مع بعضها وتوقف مع بعضها، على خاطرش هذا شهر ربي راه يجي خطرة في العام. عندنا هذا الشهر مقدس، يعني العبادات، أي حاجة، الصدقات اللي نجمع عليها نديروها، صلة الرحم. إن شهر رمضان ليس شهر أكل أو موائد، وإنما هو شهر عبادة وزيادة في العبادة، وهو فرصة تمنح لنا مرة واحدة في السنة. شهر العبادة، شهر الصوم، شهر الصلاة، شهر القرآن. نطلب من الله توفيق، والآخر كلمة الله ينصر أهل غزة. شهر رمضان شهر مغفرة والرحمن، وإن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي ينصر فلسطين. رمضان نتمنى لجميع الأمة الإسلامية صيام مقبول، ونتمنى للأمة الإسلامية كذلك الصحة والهناء، والخوتنا في غزة نتمنى لهم إن شاء الله ربي إن شاء الله يرفع البلاء عليهم إن شاء الله. فهنيئا للصائمين والقائمين،
هنيئا للصابرين المتعبدين، للمتراحمين فيما بينهم، للمتغافرين هنيئا، لمن فاز فوزا عظيما في رمضان